عواملهم تعطلت ولم نقدر على إيقافه. هناك جسر على بعد كيلومتر وسيسقطوا وتأكلهم القروش. يلا يلا عايزين نتغدى بقى. كويس قوي، ده انا وحشني طعم البسط من زمان. ماذا تفعل يا رجل؟ أخبرني، هل أنت مجنون؟ لو شايف إن واجبي جنون، تمام أنا اتجنيت يا أستاذ. البحر شكلنا دايرين نقع، يعني يوم ما أركب باص يطيح في الماء وتاكلني القروش. لا تخافوا، امسكوا كويس يا جماعة. كابتن حاول ترفع على قد ما تقدر. أرجو ألا يفعل ما سيفعل. الحقونا، ما وقعنا، لسه عايشين. تزول سمك يا مرجان. تمام كات، حلو كتير، استراحة. قهوتك استاذي. مورجان بي، سندوتش الكافيار اللي طلبته، اتفضل. كنت فنان يا مرجان. بعد هيك السيناريو تبعنا حيتغير مثل ما انت بتعرف. انت بعد ما انقذتهم رح توقع من على الباص وحتنصاب وتفقد ذاكرتك، وحتنسى انك كنت بطل اصلا، وحتفكر انه عندك حياة ثانية متجوز وقبل عيلة فيها طفلين. يلا يا اسد ورجيني اداء. فهمت، يلا اجهزوا وبلغوني. بعدين انا مستعجل. الى الوراء، ارجعوا الى الوراء، مسافه لو سمحتم. هيا اتركوا الفنان مرجان في حاله من فضلكم. خذ هاللبس هذا واعطيه لمرجان بيك، لانه راح يلبسه بالمشهد الجاي. تحت امرك. مرجان بي، مرجان بي، انت جوا؟ مرجان بي، مرجان بي مش موجود. مرجان بي، سمعت انه ممثل الاكشن المشهور مورجان بيمثل فيلم جديد والتصوير قريب من هنا. انا بحب افلام مورجان قوي، ده في اخر فيلم انا شفته ليه ضرب 78 نينجا لوحده وبصبع رجله الصغير كمان. هاي ها خدي. معلش يا رستم باشا. انا كان ممكن اصير مشهور زي مورجان، اصلا احنا الاثنين فينا شبه من بعض. انا اكيد احلى منه بس مو مهم. يلا. أخيراً لقينا مورجان بي يا فندم. اللوكيشن كله مستنيك. بس انت ايش تقول؟ انا مو مرجان يا جماعة. جهز نفسه للدور كويس، مش فاكر انه ممثل، ولو كمان قبل لطفلين يبقى الدور جاهز جداً. وهنبتدي نصور. انا واحد غلبان ومتزوج وعندي طفلين، يا ريتني يا جماعة كنت مرجان الممثل، اكيد حياتي كانت حتصير احلى من كده. مرجان بي تفضل معنا، تأخرنا كثيراً على التصوير. قولوا لهم اي شيء، بقول لكم سيبوني، انا مو مرجان، سيبوني. فلفيلو رستم الحقوني. انا مبسوط قوي دلوقتي. خدوه. ايوه هو ده مورجان، وكمان تحس انه احلى منه شويتين. انتوا مستحيل تكونوا اصحابي ابدا. وخروا سيبوني. هلا انت حتعمل سواق سياره الاسعاف وحتشيل مورجان بالمشهد الجاي. بس مورجان فقد ذاكرته وبيقعد يصرخ ويقول انا مو البطل، اتركوني، مو انا، بعده عني. وبعدين حينط من الاسعاف ويحاول يهرب. يلا يا مورجان بي، احنا لقيناه يا فندم. حلو كتير، لبسك كمان مناسب. مرجان اركاب الاسعاف. اضاءة جاهز، الصوت جاهز، يلا يا شباب هنصور. لا ايش الجنان ده؟ ايش اللي بتسويه في وجهي؟ 3 2 ما في احد عاقل هنا يسمعني. 1 انا مو مرجان صدقوني. واكشن. من فضلك ارتاح هون يا بطل، انت مريت بصدمة كتير قوية. افهمني يا ابني، انا ماني البطل. الهيئة أنه فقد الذاكرة من تأثير الصدمة. تليفوني يدق ولازم أرد عشان رايح أنا والأولاد السينما. بتصور صار لازم نعطيه إبرة هديه. أنا ماسكه منيح، شك الإبرة. إبرة إيش؟ لا أنا ما أبغى إبر. ما أدري أبوكم وين راح، كده حنتأخر على السينما وما بيرد على تليفوناتي. عنود ضرغام، ايش بتسوي عندك؟ انزل بسرعة. ما اعرف. وكات، كنت فظيع، ما في احسن من هيك. برافو، هيك الامبروفايزيشن يا اما بلا. حقيقي؟
كنت كويس؟ إيه طبعاً، عملت الدور تبعك بشكل ممتاز لدرجة إني صدقتك. كمان رغبتك إنك تقابل عيلتك والتعبيرات اللي على وشك ما لها حل. اتفضل يا نجم، ده أجرك، المبلغ اللي طلبته. إيش 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 بتقول إيش؟ هذه حقتي أنا؟ درغام، إيش اللي بيصير ده؟ لا 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 يا عنود، ما في درغام، درغام مشي خلاص، أنا الحين مرجان، مرجان. أنا بحبك أوي. إيش في يا بابا؟ شوف في أشياء حلوة قاعدة تصير يا ابني، أشياء مرة حلوة. يا شباب ايش الاخبار؟ دي بتاعتك يا ترغام؟ لو بتاعتك حتبقى اعز اصدقائي من هنا ورايح. ليش؟ مو انا اقرب اصحابك؟ ايه الحلاوه دي؟ الكنبه اللي ورا بتطلع علب بسكوت كبيره قوي. هذا البسكوت حق يا رستم، ما بيطلع من الكنبه. في دفايه للكراسي يا درغام؟ طبعا طبعا، هذه ما فيها بس دفايه، هذه فيها تسويه كمان. حتى شوفوا انا سويت لكم برجر. اوه دي غاليه قوي، يلا نروح نتفسح، انت بقيت اكتر صاحب بحبه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بينور ده؟ ايوه ايوه، صارت معاك بعد؟ في ضوء ابيض بيطلع مره واحده كده، انا كمان ماني فاهم من الصباح. المهم الأضواء مرة تانية، أنا تعبت. ده سلاح جديد يا درغام، كنت شفته في فيلم وثائقي، دلوقتي بيصطادوك. حاسس إن الأنوار هتدخل جوه دماغي وتولع فيها. دوس بنزين بسرعة يا درغام، خلينا نمشي. على فكرة بقى، السلاح اللي بيقولوا عليه ده خطير جدا، وانت مش هتقدر تهرب مهما عملت. أول مرة في حياتي حد يصورني بالشكل الغريب ده، واضح إن دي أضواء الشهرة اللي بيقولوا عليها يا درغام. سمعت إن السلاح مضر للمشهورين، بس أنا خايف الموضوع يكبر ويضروني معاك، الحقوني. وهدول ليش يبغوا يضروني يا فلافيلو؟ دول بيصوروك عشان بقيت نجم أفلام عالمي يا درغام، خلاص ما ينفعش تهرب. مستر مورجان، مستر مورجان، هي العربية دي جديدة؟ أنت إيش بتسوي هنا؟ بعمل شغلي. شو هذا اللي عم بيصير؟ ده اشترى عربية جديدة. انت عم تحكي جد؟ امشوا سوا نروح نشوف القصة بسرعة. انزلوا بسرعة، انزلوا، يلا نهرب بسرعة قبل ما يحصلونا. اجري يلا. مين هدول؟ استخبوا، مين دول؟ شوف يا فندم، في عندي موديل زي ده لو عايز. اخيرا راحوا، احنا لازم نتاكد. الطاقيه دي مخليه زلومتي شكلها اكبر. انت مناخيرك اصلا كبيره يا فلافيلو. يا سلام، حلوه الا طفتي، طلعت كوميديان فظيع، نكته حلوه زيك، برافو عليك. بطلوا مضاربه شويه، يلا يا جماعه نمشي. ما تزوقش بالراحه عليا وانا ماشي. اي اي اي، رجلي اتكسرت، الحقوني. دا دا دا، مورجان اتخانق مع صاحبه وكسر له رجله كمان، عاجل وحصري. مضاربة ايش؟ انت بتمزح؟ هو طاح لوحده. قول لنا يا مورجان، من حق جمهورك يعرف كل حاجة. جايين جايين، كفاية كده، أنا ما أبغى أصير مشهور. بابا أنت ايش بتسوي؟ ايش اللي صار؟ تعال ساعدني يا ليث، سكر الباب هذا كويس وأنا حروح أتخبى جوا. أنا تعبت جداً، شكلي لازم أتروش عشان أفوق. مورجان، كم مرة تستحمي في اليوم؟ ممكن إجابة؟ مورجان، ممكن نعمل معك مداخلة؟ أنت تغسل سنانك كل قد إيه؟ اللي جابني هنا يا مورجان؟ الحقوني!
أكيد ما أحد حيلاقيني هنا. حيلاقوك. أنا؟ يبقى أنت؟ أنت مرجان؟ إيوة أنا. بس أنت كنت اختفيت فجأة. ما اختفيت، اتخبيت. ليش؟ إيش اللي خلاك تتخبى؟ وأنت كمان ليش جيت وتخبيت هنا؟ أنا ماني مصدق أبداً. عشان أنا كنت شفت الوجه الثاني للنجومية. كل شيء وله ثمنه، ولو أنت شخص مشهور ما لك حياة خاصة أبداً، لا تعرف تاكل لحالك ولا حتى تخرج مع أصحابك. أنا أبغى أعيش طبيعي ويكون لي حياة شخصية. لو كده لازم تسيب الشغل هذا وترجع مرة تانية لحياتك العادية اللي تبغاها. طيب وانت مبسوط كده؟ لا طبعا، صار لي كم يوم ما اكلت سندويتش الكافيار حقي وما بتسوق براحتي ولا حتى شربت كابتشينو، واسوأ شيء اني ما تصورت مع احد. كيف؟ مو انت قلت انك مليت من الشهرة وتخبيت منها؟ ايوه حقيقي، بس انا كمان طفشت من الوحدة. انا شخصيتي محتاجة للاهتمام يا ضرغام، ما اقدر اسيب الشهرة لكن انت تقدر تسيبها. ايوه أنا بصراحة ما أقدر على عيشة الشهرة هذه أبداً. خد شهرتك وعيش معها زي ما تبغى. هايل. طيب لو سمحت لي أنا حستأذن وخليك أنت هنا، أنا رايح أنقذ الفضائيين. هاي مرجان راجع مرة تانية، ياهو. ماني مصدق، كل شيء صار بسرعة جداً. في ثانية واحدة بس كل الشهرة والفلوس راحوا فجأة من يدي كده. بس إحنا هنا. عنود والأولاد، انتوا ايش بتسووا هنا؟ احنا جنبك يا ضرغام، لا تضايق نفسك يا عزيزي. مو مهم يا بابا، ما كنا بنشوفك بسبب تصوير الفيلم، الحين حنقضي وقت اكثر سوا. خلي مرجان يصير بطلهم، وانت البطل حق بيتنا ومنقذنا، هذا كفاية يا عزيزي. هذا رأيكم يعني؟ ها عندكم حق، انتوا مرة وحشتوني. اتركوا له هو المجد والشهرة. وكات. ايش؟ عم امزح. انا ما عم اعرف ارجع، ممكن تطلب لي تاكسي لو سمحت؟ عمو فلافيلو لعيب حريف، أخذ الكرة من نص الملعب وماشي، بس الكرة ضاعت منه. اسكت ليث، مس عارف ما عافش فاعر، قصدي مش عافر أركز. اتكلم يا ليث، اتكلم. درغام أخذ الكرة وداخل منطقة الجزاء، سوى حركة مو معقولة أبداً. جول! يا السلام! ده ما يتحسبش، ليث خلاني مش عارف أركز نهائياً. أنت جبت الجون ده بالحظ. لا أنا جبته بحرفنتي. لا بالحظ. لا حرفنا. لا بالحظ. قولي لي يا رزان يا بنتي، الجول هذا بالحظ ولا بالحرفنة؟ أنا لا أؤمن بالحظ، أنا أؤمن بالعمل الجاد فقط يا بابا. ما تهزريش يا بنتي، إزاي مش معترفة بالحظ؟ ما في شيء اسمه حظ. لا في، والجول اللي جابه كان حظ. طيب يا عم فلافيلو، ما رح أتناقش معاك الحين. ها؟ دقيقة، كيف هذا؟ حفلة التوقيع اليوم؟ حفلة توقيع إيش؟ سوي نفسك مو سامع وكمل لعب عادي. مش معقول منيو اللعبة دي حلوة قد ايه؟ الاختيارات كتير والجويستيك جديد وهايل. حفلة توقيع أشهر علماء العالم كله موعدها اليوم. طيب ما تروح يا بنتي، فين الحفلة؟ مكتوب كاتابونيا. كاتابونيا هادي وين؟ كاتابونيا؟ هادي مرة بعيد، هادي في آخر الدنيا على بعد أكثر من مليون سنة ضوئية. يا ليث تتكلم جد، هي بعيدة كده؟ أبعد من دفتروزة بكثير. الشاشة تقسمت أربعة. بس هذا مكان مرة بعيد. بابا هذا وقت كرت المصلحة. لا 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 دقيقة. لا طلع الكرت الحين. أسفة. كرت المصلحة. مستحيل. إيش يعني كرت المصلحة؟ الكرت هذا أنا فزت بيه لما بابا طلب مساعدتي ورحت ساعدته، صار بابا يسوي لي كل اللي أنا أبغاه في الوقت اللي أنا أحدده بكيفي. أنا انتهيت يا بنتي، المكان هذا بعيد. أنت ما سمعت يا بنتي؟ ليث قال هذه بعد دفتروزة. كرت المصلحة تترر، كرت المصلحة تترر. طيب يبقى كده ليث وفلافيلو لازم يجوا معانا. لا 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 أنا ما أبغى أروح. إيوة، يا إما ما حتلعبوا بالفيديو جيم أبدا. لا. إحنا الحين حنكتب اسم المكان اللي نبغى نروحه على جهاز الجي بي إس هنا. كاتابونيا. امشي مباشرة لمسافة 3 مليار كيلومتر ولف يسار. 3 مليار كيلومتر؟ رايحين المريخ. أكيد في غلط، كاتابونيا مو بعيدة لهذه الدرجة. ليس خطأ، المكان بعيد جدا. لو سمحتي لا تتكلمي كثير وتزعجينا. أتمنى أن تتخطى المدخل. بابا أرجوك لو سمحت لا تعصب الجي بي إس.
شوف اللافتة يا بابا عشان ما نفوت الملف. يا ابني ليش أشوف اللافتة؟ أنا أصلاً ماشي على جهاز الجي بي أس. اتفضلي يلا قولي لنا الطريق. تقريباً كده خصمتنا. علق الجي بي أس، علق. قولي بسرعة الملف حيفوت. أدخل ولا لا؟ أدخل ولا لا؟ أنا خايف. تخطيتم الملف، لفوا وارجعوا. إيش؟ كيف يعني أرجع على الطريق السريع؟ شفتي يا رزان، شفتي إن في حظ؟ إحنا حظنا وحش، يعني في حاجة اسمها حظ. هذا ما له علاقة بالحظ، إحنا كنا ساعتها في النفق فكان الإنترنت مو كويس، وعشان كده الجي بي إس ما كان مجمع، فطبعاً فوتنا الملف. عارفة كل حاجة. بدأت الزحمة المزعجة. أعمال تصليح في الطريق، مدة الازدحام 356 مليار تريليار مليون ساعة. إيش؟ طيب أنا هنام تصبحوا على خير. مبروك علينا، خلاص إحنا انحبسنا هنا. لا، ما في الكلام هذا، إياكم أبداً تصدقوا الجي بي إس. لو سمحت يا أستاذ، الطريق قدام مرة زحمة ولا إيش؟ مفيش زيها، كنت واقف قدام شوية بس ما قدرتش أستحمل، بعت العربية هنا ودلوقتي خدت الفلوس ومروح. يلا سلام. لا لا لا، ما ينفع. أنا عندي فكرة. إحنا وصلنا ولا إيه؟ وصلنا وصلنا، كله ينزل، ما رح نستنى في الزحمة هذه، إحنا هنركب المترو. أوف يا رزان أوف، بعد ما تاخذ التوقيع على الكتاب لازم تحلي مشكلة الجوع في العالم حتى لا يكون كل هذا على الفاضي. كلكم هنا يا اولاد. ايوه يا بابا كلنا ركبنا هنا. انا حطوني فوق زي الشنطه، الحقني انا بقيت شنطه ترغام. شنطتي برا. كتبي بتطيح، احنا لازم نفتح الباب. الشنطه مهمه، جواتها كتاب حوقعه من العالم، احد يوقف المترو بسرعه. ها هو ده وقت شد عصايه الفرامل وانا اللي شدتها. هؤلاء المزعجون هم من شدوا الفرامل. هاي أنتم تعالوا سريعا، الحقونا حيمسكونا، إيش حنسوي؟ نلف حوالين نفسنا ثلاث مرات. لا ده مش حينقذنا، خلينا. توجد عقوبة لمن يشد الفرامل بدون سبب، تعالوا معنا على القسم. أقول لكم أنا شفت سلم هنا بيطلع فوق، يلا بسرعة. هاي انتظروا لا تهربوا، يلا بسرعة. يلا يلا بسرعة يلا يلا بينا. انا تعبت مو قادر، مش قادر، انا تعبت مش قادر. رزان ارفعي راسك وشوفي اللافتة هذه بسرعة. ها ايش؟ مو معقول احنا وصلنا كاتابونيا. لأول مرة يبقى عندنا حظ. قلتلك يا رزان ان في حاجة اسمها حظ. كاتابونيا؟ ماني مصدق عيوني، احنا اول حيوانات ندخل هنا، دخلنا التاريخ. لو سمحت يا عمو، فين معرض الكتاب اللي هنا؟ معرض الكتاب؟ لا أعرف. كيف حضرتك ما تعرف مكان المعرض؟ عرفان، يوجد معرض كتاب هنا، سمعت عنه؟ معرض الكتاب؟ نعم لقد استحبت ابني إليه، لكن هذا في مونتبول يا ابنتي، ما الذي يأتي به إلى هنا؟ لا تمزحوا يا جماعة، أنتوا إيش بتقولوا؟ مو هذه كاتابونيا؟ نعم. مو معرض الكتاب في كاتابونيا؟ لا، ليس في كاتابونيا، في باتانوبيا، في باتانوبيا، باتانوبيا. متانوبيا. رزان انت كويسة يا بنتي؟ رزان انت سمع صوتنا كويس ولا في صدى صوت؟ ايش اللي صار؟ لا تقلقي يا بنتي، خيبة الامل والتعب لما اتحدوا عليكي ما تحملتي وجاك الاغماء فورا، بس كده. والمعرض ايش صار في المعرض؟ للأسف خلاص احنا صرنا في الليل والمعرض خلص من بدري. معلش حظك وحش يا رزان. ما في شيء، بمعنى حظ قلت لك. تمام ما تتعصبيش. يا للحظ، اليوم لدي حظ سيء.
مساء الخير يا حضرة الضابط، هل يمكنك مساعدتي؟ أريد نفخ إطار السيارة. كيف هذا صار؟ لو سمحتم يا جماعة، أكو أي مكان نشرب فيه قهوة ويكون قريب من هنا؟ كنا موجودين بحفلة توقيع الكتب من الصبح ووايد تعبنا. كتابك طاح يا بنيتي. أوه، هذا كتابي أنا. إحنا عندنا معجبة صغيرة بالكتاب هني. شو اسمك؟ بنتي رزان، اسمها رزان. مع أمنياتي لتحقيق أحلامك وتعيشي سنين كلها نجاح. كلها علم ومليانة ضحك مع حبي. ها؟ تمام، هاتش تفضلي نسختك يا بنيتي. شكراً. يوجد هنا مقهى صغير، يمكنكم شرب قهوة حتى يتم إصلاح العجلة. مشكور جداً، باي باي. إيش يا أولاد؟ كيف هذا؟ كيف حصل هذا؟ أعتقد إن عادي جداً إنه هم راجعين من المعرض، كفر الباص انفجر جنبنا. رأيي إن ده أيوة هذا كان فعلاً حظ. صح، عندك حق، هذا حظ. أيوة، في شيء اسمه حظ. أنا مرة مبسوطة اليوم، هذا أجمل يوم حصل لي في حياتي. بما إنك يا رزان وقعت الكتاب، مو يلا نروح البيت؟ فلينتبه الجميع، معلومات عن الأربعة الذين شدوا فرامل المترو: واحد كبير يرتدي أحمر، واحد صغير يرتدي طاقية، واحدة صغيرة بشعر أبيض، وفيل بنفسجي 160 كيلو. لا، أنا أقل من 160. يا أولاد يلا، جا الوقت إننا نروح على البيت. اجروا.